السائلة تسأل تقول ينفع في الدعاء أقول اللهم لا تكتب علي هذا الشيء؟ لا، لا يجوز، إنما نقول اللهم إن كان خيرا فيسره لنا، وإن كان غير ذلك اصرفنا عنه واصرفه عني. هذا أدب مع الله. يعني الإنسان لما يدعو دايما، هذه نصيحتي لنفسي، وهذا ما علمنا أهل الفضل والصلاح، أسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة اللهم آمين، لأنه ده من أدعية القرآن أو مستنبط من القرآن. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. لذلك سيدنا إبراهيم في القرآن لما دعا ربه لم يقل ربي هب لي ولدا، إنما قال هب لي من الصالحين، إن كان الصلاح في الولد فارزقني، وإن كان الصلاح في ارزقنيها، هب لي من الصالحين. الولد لو لم يكن صالحا عار ودمار على البيت وعلى الأسرة وعلى المجتمع كله. وبالتالي أنصح السائلة ونفسي ومن يسمع، نقول دائما في الدعاء اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به، إن كان خيرا فيسره لنا، وإن كان شرا صرفه عنا، وحدك القادر يا رب العالمين.